هالإدارة الحالية، ناهيك عن العقود اللي يبرمها مخالفة لكل القوانين والإعراف. أنا اعطيت للاستوديو راح إن شاء الله لابد من عرضه. هذا عقد عرض بيوم وقع يوم 11/8 زين، يعني 11/8 هذا يعني 11/8 هاي قبل يوم الثلاثة. نعم العقد هذا شو يقول؟ يشير هذا العقد إلى ساحة استباقية، شخص مأجر أرض من البلدية. زين هو يعني العقد ما بين الشخص هذا وما بين البلدية. أنتوا الموانئ شو لكم علاقة؟ زين جايين مسوين ويا عقد طويل الأمد منا اليوم القيامة. التجديد يمه، والموانئ ما إلها حق أن تفرض عليه، وما إلها موارد يمه، وكل شيء ما إلها نهائيا. مقابل شنو؟ مقابل أن يدخل الشاحنات ويأخذ من عندها جباية، يدخل الشاحنات اللي واردة إلى الموانئ. زين ويأخذ من عندها جباية. عيني ياخذ من عندها، ياخذ من عندها حق التوقف، العفو حق التوقف، وترتبط هاي الساحه على اساس بالاتمته. انت ليش تحول موانئك الى موانئ طارده؟ على شنو؟ ليش هيك تسوي؟ على مود يعني تفيد جهتين ثلاثه سياسيه ضاغطه عليك، وبرم لي عقد هيك قبل ما تطلع برم لي عقد؟ شنو الموضوع؟ وين رايحين احنا؟ وين رايحين؟ زين يعني ما الاستعجال بإبرام العقود، وعقود لو يقراها المشاهد، وأنا أتمنى إن بالعرض خلي يقراها المشاهد بالشكل الدقيق، خاطر يطلعون القانونيين الغيورين بكل البلد، خلي يطلعون على أصل العقد ويشوفون شنو.